يقول ابو رعد الحزين اكتم بربي دي رافع السبع الطباق، ما نام فلت رخي يا ابن الوصابي واطلق الدنيا طلاق، واقضي على الاعتداء من حولي وجنبي واهل الخساسة والنفاق، لان الحياة ما عاد لها رغبة بقلبي من بعد اخي والكون ضاق، وعاهدك يا ابو سليمان طول عمري عهد الاخوة والرفاق، مرضى بدمك اي حل غير الوصابي في جاب خطة واتفاق. زامل الكلمات نايف عبد الله علي محمد الحمدي ابو رعد واخوه محمود الحمدي ابو محمد. يعبر عن استشهاد اخوه المقبوله باذن الله. يا قنبلة اداء فايز ابو شمس شارك بعد سعود ابو خليل عبد الفرحان وبليقع دبي. التعزيه بعد استشهاد اخوه المقبوله باذن الله عبد الرزاق بعنوان فراق الاخ. هي قولة بوعد الفتوى أقسم بربي ذي رفع السبع الطباق، ذي رفع السبع الطباق، ما نام فلت رخي يا ابن الوصابي وطلق الدنيا طلاق، وطلق واقضي على الأعداء من حولي وجنبي وأهل الخساسة والنفاق، وأهل الخساسة والنفاق، لأن الحياة ما عاد لها رغبة بقلبي من بعد أخي والكون ضاق، من بعد أخي والكون ضاق، وعهدك يا ابو سلاوي من طول عمري عهد الاخوة والرفاق، عهد الاخوة والرفاق، مرضى بدمك اي حول غير الوصابي ذي جاب خطه واتفاق، ذي جاب خطه واتفاق، مرضى بدمك اي حول غير الوصابي ذي جاب خطه واتفاق، ذي جاب خطه واتفاق، ايوان الحكم والمحكم وما قال راسي بنفذه رغم المشاق، بنفذه رغم المشاق، لو يسجنه في سجن جده والشميسي ولا بداعش في العراق، ولا بداعش في العراق، لو يسجنك في سجن جوده والشميسي ولا بداعش في العراق، ولا بداعش في العراق، إن القصاص واجب ننوى في بحكم ربي وجر عكس ما الفراق، وجر عكس ما الفراق، وابو محمد يا سلاح ربح جنبي نايف بكم شد الحزاق، نايف
واحنا